لما اتقالنا ان عادل امام هيحط صورته على الجنيه صدقنا، واما قالوا ان فيفي عبده لو وقفت على فلوسها هتشوف الهرم صدقنا. طب لو حد قالنا اننا هنجمد مية النيل تفتكر هنصدق برضو؟ بيقولك في 2020 اللي هو سنة ايه لسه بدري. اه يا ابويا دي القولة اللي اقرب يا عم. منسوب مية نهر النيل هيقل للنص. منسوب مية النيل هيقل للنص. ليه؟ عشان في سد اتبنى ولا انت مش معاك؟ تنمت مني ولا مشيت ولا ايه؟ في حلين، اما ان احنا نستورد الواح ثلجيه من القطب الشمالي بعد كده نضخها في ميه النيل بمواسير، او ان احنا نجمد. تبص لي كده ليه؟ وانت يا ست كمان بتسرحي في وشي، ده انت بتحلمي مش بتسرحي. او ان احنا اصلا مخزون الميه اللي عندنا اللي ورا السد نجمد منه ميه ونعمل بيها محطات تجميد ميه. ده حاجه. اوكي اوكي. قال اوكي ده معناه ايه؟ طيب كان عايز مره يفكر عادي بقى، كل واحد يجمد شويه ميه في بيته في الثلاجه في الفريزر. احنا بنتكلم في نهر النيل، يعني انت بتتكلم في مساحه مائيه فظيعه. فهمني هارسويت. بس ده كلام كبير قوي يا باشا. ليه؟ كلام كبير قوي. طب احنا ممكن نعمل حاجه احسن، احنا ممكن نخزن المايه عادي. يعني خزنها ازاي؟ في خزانات. استوردت من القطب الشمالي. ده افضل فين؟ اللوح هناك كتير فيبقى سعرها في الارض يعني. بحس نضيف كده بقى. يبقى الثلج بتاع القطب الشمالي انضف. اه لا احنا ممكن نستورد عادي. استوردتش ليه؟ بس مفيش فلوس في البلد صحيح. والدوله مش محتاجه تدفع فلوس؟ لا اكيد تكلفته عاليه جدا واحنا مش قد التكلفه. مفيش فلوس على هوا، مفيش فلوس. هقول لي طب انا دلوقتي عندي منسوب ميه النيل 100%، طب انا ليه استنى؟ مش هاخد الضعف، هاخد ربع المايه واجمدها انا بدل ما اروح ادفع فيها فلوس. نعوض اللي احنا خدناه يعني. لا استخدم اللي هي عند السد العالي بدل ما هي تتبخر يعني من الشمس وكده. والنبي قبل ما موضوع يخرطوه يعني خلوهم يسيبوا لي رجلاج 5 مللي عشان اعرف اعطل. انتوا مجانين. فكره هنجمد دي تقريبا هتبقى صعبه علينا مش مقتنع صح؟ ما هو يقنعك يا طلاقك. تعالي احكي لك. انا بقول للسد تعالى اما نشوف ربنا يعمل ايه. وربنا نشوف هيحصل ايه سبب. قول ان انا في قطك يا عم. طب يا لب تسمع على خير. جاتلك الفقه دلوقتي. ايه اللي انت شايفه حل مشكله المايه؟ ازود فلوس ميه على الناس. شوف لك حته اقعد فيها. سلام عليك. الناس هقول لك انا اهو انا جالك في الكلام. هتقولي الناس كلها بتزود اسعار في كل حاجه. لا في حاجه زي دي انا هتضر منها قدام. ابا الغرور مش انا. فلما اجي على الناس فيها يبقى انا عندي حق. ما انا غلط. حاول ايه؟ حل مشكله المايه؟ هقول لك على حاجه. هقول لك على حاجه. انت ايه بتقترحه يكون اسم للمشروع ده؟ لا ما هفكر كتير بقى. طب ما تفكريش. التفكير بيتعبني. ممكن نسميه مثلا مشروع تلج مصر. حلو قوي. في اسم في كرييتيف. يا واجد انت بقيت لم وزع حواليك. حاول تشغل دماغك معايا. شغل دي شغل بصل دي. توريتش المايه من الكويت. كويت ايه؟ بذر ايه؟ انت قلت الكويت. انا قلت الكويت. هو انا قلت بذر؟ اه درجه الحراره فيها 60 ما فيهاش مايه ينفع تتجمد اصلا. قلت القطب الشمالي. يبقى انا قلت بس. يبقى شلاله ولا مش شلاله؟ او مثلا ممكن يكون مشروع العادي. اه انا والختمه الشريفه ما عاد اغير لما تقول انا مرة. انا فعلا مرة. انت بتقترح كمواطن مصري ان احنا نسمي المشروع ده؟ لا جمد ميتك تعيش صحتك. مصر التجميد. جمد نهرك. ده على ظهر توك توك. اقول لك اسم كوميدي بره. قول. سميها التلجه دي بتاعتي وانا اللي شاكي معاها. خلصت كده؟ توفير الميه. لا عايزين حاجه كرييتيف يعني مثلا ممكن ايه جمدها دلوقتي وسايحها بعدين. سيبني بقى اتكلم انا. هقول لك انا جمدها دلوقتي وابقى سايحها بعدين. ضربه ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ ايه العظمه دي؟ شفنا كتير بني ادم براس البر وسمكه بمناخير، مش اي حاجه تشوفها على السوشيال ميديا تصدقها وتعمل لها شير.